من جانبه قال وكيل وزارة الإرشاد والأوقاف السوداني حامد يوسف إن توسعة الحرمين الشريفين تؤكد حجم جهود المملكة في الأراضي المقدسة. لعل التوسعة الأخيرة التي حدثت في الحرم المكي كان شاهدا، وكذلك التوسعة التي حدثت في الحرم المدني كان شاهدا، إضافة إلى ما تم من قبل في المشاعر المقدسة في الجمرات وفي منى وفي عرفات، كل ذلك شواهد تدل على عظم اهتمام المملكة العربية السعودية حكومة وشعبا بهذه المواقع المقدسة، ونسأل الله أن يتقبل منهم هذا الجهد وأن يديم عليهم نعمه وأن يحفظهم بحفظه الجميل إن شاء الله.